هلا لا بصراحه ما بحس حالي مميز، بحس حالي انسان عادي يعني مثلي مثل غيري، انما صوتي مثلا بشد يعني نظر الاخرين، فبفرح لما انه اسعد غيري يعني بهالصوت اللي عم ادي فيه. وبصراحه لما اكون مثلا عم غني وفي عالم عم تشجعني قوم بيطلع صوتي احلى، بيصير هيك اول يوم اجيت لهون كنت تعبانه نفسيتي مسحوق يعني وكتير متضايق. اجتمعت مع هون شباب اول يوم تاني يوم ثالث يوم، بعدين اخذنا الموضوع عادي، مع انه سبحان الله هون العيشه ما بتنعاش ابدا، يعني ما في مخلوق بني ادم طبيعي يعني بيحسن يعيش. شوف كل العالم اللي هون، يعني انت بتتفاجئ انه كتير عالم هون كلياتهم جايين من اهل مدن واهل تحضر واهل كذا. زهر المعالي فتح قطفه لوح، زهر المعالي فتح قطفه لوح يا عاشق. بصراحه نحن هون جروب الشباب السوريين كلياتنا نصبنا خيامنا قدام بعض، هيك التجمع صار صدفه على فكره، وصار في ناس يفوتوا بيناتنا مثلا مصريه سودانيه كذا هيك انه يحبوا يقعدوا معنا. وكل يوم يعني نحن تقريبا مو كل يوم يعني يعني شيء 4-5 أيام بالاسبوع بنقعد بنغني سوا يعني بنسهر سوا كلياتنا اغلب الاوقات. مو بس انا، في كتير ناس موهوبين، يعني كل انسان له موهبه بمجاله يعني. هلا انا هي الشيء اللي الله منحني اياه صوتي الحلو، مو انا اللي يعني حلو انه الواحد يستعمل الشيء اللي بيحسن عليه لحتى يوصل فكره اللي بيحبه. فأنتوا يسلموا إذا كنتوا اجيتوا لحتى تساعدونا بأنه نوصل كلامنا، يعني أو لو مو شرط كلامنا غنائنا للشعب البريطاني لحتى يتعاطف مع قضيتنا يعني. وهذا الأمل الوحيد يعني البقيان. دنيا زوال دار انتقال دنيا، ما بتعرف يعني النتيجة. أما إذا ضلينا هون يعني تقريبا 20% منا حيموت من البرد، و20% الثاني حيموت بالقطار، و20% بالسفينة، و10% حيوصلوا حيرجع بس إن شاء الله نصل.